بسم الله. دلوقتي هنشوف موضوع التحديد في برنامج الانفرا ورك ستاتمستي. دلوقتي انا لو عايز ابدا اشوف ايه العناصر اللي موجوده، تمام، ممكن اكون انا مثلا عامل زوم على كله او دوست على زرار هوم، او من خلال المكعب دوت اقول له هوم وعايز ابدا اشوف ايه العناصر الموجوده. هاجي هنا في الكنترول فيزيبيليتي اقول له مثلا سيت فيرنيتشر، انا عايز اعمل على سيلكت اول. كده انا حددت كل سيت فيرنيتشر. او ممكن اجي على الروت اقول له انا عايز احدد كل الروت او كل البيلدينج، تمام. وبعد كده هقول له زوم تو سيلكت، يعمل لي زوم على الجزء اللي انا طالبه، فبيبدا يعمل زوم على الجزء اللي انا طالبه، تمام. طيب لو انا عايز الغي التحديد هقول له كلير سيلكت، الغي التحديد، هتلاقي اللي هي زوم تو سيلكت دي اتلغت. القائمه دي من حرف الاي اللي هنا دوت، باجي الاقي سيلكت موديل فيتشر. في عندي امر سيلكت وده حدد اي عنصر عادي، وممكن اختار الامر ده من هنا، تمام. العنصر ادوس عليها هيبدا التحديد. ممكن اقول له انا عايز اعمل ويندو سيلكت وابدا اعمل اي حاجه همشي فيها هيبدا يعمل لها تحديد. يعني هعمل زوم كده وهبدا اعمل زي نافذه، كل العناصر اللي هتيجي معايا هيبدا يختارها. ممكن اقول له ريكتانجل، هبدا بس احرك الماوس كده، تمام، احدد 3 نقط اللي هو موضوع المستطيل، تمام. هيختار العنصر، او ممكن عن طريق البول لاين، او ممكن عن طريق الريديوس احدد مركز الدايره وابدا اسحب.